السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم بوني أو طاقية بطريقة أخرى. هذا الشكل استعملت فيها خيط غليظ جدا، لأنه غالبا ما تكون عندنا مثل هذه الخيوط بهذا الشكل، لا يمكن استعمالها في الماكينة. هذه ايضا، وكذلك الخيوط، بعض الخيوط المشعره الغليظه. فهذه طريقه جديده لاستعمالها بشكل جميل لنعطي اعمالنا بعض الاختلاف. هنا بدات بسميطه او بليسي 30 سطر. اخذ هذا الخيط بهذا الشكل واضعه فوق وثبته في الغرزة الاولى، ثم اضعه بشكل مرن حتى يبقى منخفضا قليلا. اضعه على كل رقم 10 بهذا الشكل. كذلك نمر بعشرة أسطر. بعد العشرة أسطر أرفع هذه الإبرة من هنا والأخرى، ثم أضع عليهم الخيط من جديد بهذا الشكل هكذا، ثم أبدأ برفع هذا الخيط ووضعه على الغرزة رقم 5، يعني على النقطة. إذا وضعنا المرة الأولى على الأرقام مثلا 5 6 4 إلى آخره، المرة الثانية نضعه على الغرزة التي فيها نقطة. دائما هذا الخيط لا ننساه، دائما نضعه هكذا. ثم 10 أسطر أيضا. عشرة. أرجع إلى الخيط، هذا الخيط الذي تركته مرة تحت الغرز، وأرفعه لأضعه فوق الغرز الأخرى بهذا الشكل، دون أن أنسى أن أضع الخيط من جديد بنفس الشكل هكذا أثبته، ثم أرفع الخيط أضعه الآن على الغرزة التي فيها الرقم بهذا الشكل. بعد 10 أسطر أخرى نفس الطريقة أعود فأضع الغرز، هذه المرة فوق النقاط بهذا الشكل، عفوا الخيط ليس الغرز، ثم أستمر هكذا إلى أن أنهي البوني. سأنسج تقريبا 100 سطر. الآن بعد أن وصلت إلى 90 سطرا لا أضع هذا الخيط،
المرة الأخيرة، فقط أرفع الخيط فوق الغرز بهذا الشكل، ثم أمرر العشرة أسطر الأخيرة وأنهي القضية وأخيطها. الآن بعد الخياط جمعت الغرز في خيط واحد، ثم أخطها عادي بشكل عادي هي كما ترون. للتذكير يجب دائما وضع غرزة خفيفة جدا، يعني بالعيار أو الريكلاج 8 أو 9.